السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في فرنسا، أمريكا، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة تطوع في فيتنام كانت تقديم القبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير تقديم القبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. وكنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي منحة أو فرصة أنت عايزها بشكل احترافي، تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل فرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عنها النهارده هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده. هو برنامج التدريب الصيفي الممول بالكامل في تركيا، تمام؟ الدوله اللي هيكون فيها التدريب ده هي تركيا، اسم المنحه اسمها لوكال انترناشونال 2020، تمام؟ ده 2020 ده اسم المنحة والجهة المانحة. الدول المتاحة للتقديم اللي مقدمة الفرصة دي، الدول اللي هي المفروض مقبولة في المنحة دي، جميع الدول، أي دولة متاح ليها التقديم في الفرصة دي سواء دولة أوروبية، أفريقية، آسيوية، دول الشرق الأوسط، متاح ليهم التقديم. في ملاحظة هنا عندنا إن الفرصة دي متاحة للجميع من طلاب وخريجين، وليس هناك حد أقصر العمر. الناس اللي دايما بتقول في مشكلة دايما معظم المؤتمرات أو معظم التدريب أو المنح بيكون ليها حد أقصر العمر، المنحة دي مفيش حد أقصر العمر فيها. كمان متاحة لو أنت طالب جامعي بتدرس ماستر، بتدرس بكالوريوس، دكتوراه، اتخرجت وبتشتغل، متاحة لكل الناس، تمام؟ مدة الفرصة دي 10 أيام، تمام؟ هتبدأ من 9 أغسطس إلى 19 أغسطس 2020، ده ميعاد الفرصة، مدتها 10 أيام فقط. التمويل بقى اللي بتشمله الفرصة دي هي ممولة بالكامل، هتشمل لك تذاكر الطيران ذهاب وعودة، تمام، من دولتك إلى تركيا، كل يعني الرحلات الطيران هتكون عليهم لما تطلع من دولتك، وبرضو في أثناء لما تخلص التدريب برضو تذاكر العودة عليهم. هيكون في سكن فندقي مجانا تبع المنحة، كمان وجبات الطعام هتكون مجانا. هيكون في كمان زيارة عدد كبير من مدن تركيا للتدريب. التدريب ده هيكون عبارة كمان ان هو في مدن هيتم زيارتها من خلال المنحة دي في خلال العشرة ايام دي، يعني هتكون زي جولة كده لكثير من المدن في تركيا. كمان هتشمل انشطة اجتماعية، في مجموعة من الانشطة هيتم عملها كمان في خلال هذا التدريب. طيب بالنسبة لتفاصيل التدريب ده، التدريب ده بيتكلم عن ايه؟ الهدف من التدريب ده هو توفير التدريب على الحكم المحلي للمشاركين من خلال التعليمات والأمثلة العملية والزيارات الميدانية، يعني هم يخلوك تزور أماكن، تشوف أشياء مختلفة، تتعرف على تعليمات جديدة، أشياء جديدة، مثلا تتكلم عن الاقتصاد، تتكلم عن العولمة، تتكلم عن مثلا المشاكل اللي بتواجهها اللي بيواجهها المجتمع حاليا، يعني هيكون تدريب في حاجات كتير جدا، تمام؟ طيب الاوراق بقى المطلوبه للتقديم، فقط مطلوب منك صوره شخصيه وكشف الدرجات او شهاده التخرج، يعني لو انت بتدرس محتاج توفر صوره شخصيه ليك وكشف درجات اللي هو بيثبت اخر سمستر او اخر سنه انت قضيتها في الجامعه، لو انت اتخرجت بتجيب شهاده التخرج بتاعتك مع صوره شخصيه برضه، ده الاوراق المطلوبه فقط، يعني حاجه بسيطه مش مطلوب بقى توصيات ولا اي شيء. اخر موعد للتقديم في الفرصه دي هو 10 مايو 2020، تمام؟ يعني لسه في وقت، بس تحاول برضه كل ما تقدم باكرا كل ما الفرصه بتكون اعلى. كيفية التقديم بقى، بيتم التقديم اونلاين بشكل كامل، مفيش اي رسوم للابلكيشن، مفيش تقديم ورقي، التقديم كله اونلاين. ملاحظة، طبعا احنا كقناة منح من كل الالوان بنقدم طبعا التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزها بشكل احترافي وبمبلغ رمزي، فلو حابين تقدموا من خلالنا هتلاقوا في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده استمارة التواصل معنا عشان تقدموا من خلالنا، او ممكن تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو ده. طيب انا هنا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل، تعال نبص عليه كده سريعا، هتلاقي كل التفاصيل في الاعلان ده من حيث المنحه بتوفر ايه، الشروط، المتطلبات، كل شيء، كل شيء هتلاقيه موجود هنا، واخر ميعاد للتقديم 10 مايو، تمام؟ طيب ده الاعلان الرسمي. تعال بقى دلوقتي نروح لابلكيشن التقديم. انا هنا حاطط لكم اللينك التقديم، هتيجي تضغط على قدم الان عشان يفتح معاك لينك التقديم. لينك التقديم هيفتح معاك بالشكل ده،
تمام، هيظهرلك بالشكل ده. اول حاجه مطلوب من حضرتك انك تحط الايميل الخاص بيك، تحطه هنا، وبعد كده بتضغط على كلمه نيكس وتاكد ان الايميل يكون صحيح، عشان ده اللي هيتم التواصل يعني بيه من خلال المنحه. تمام، هتتواصل معاك من خلال الايميل ده، تكتب الايميل بشكل صحيح، بعد كده بتضغط على كلمه نيكس عشان تخش الخطوه اللي بعدها. في الخطوه دي بتكتب اسمك، الاسم العائلي، بتكتب الجندر بتاعك، بتكتب تاريخ ميلادك، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، تكتب الايميل بتاعك مره اخرى، تكتب رقم تليفونك، وهنا بتحط صوره شخصيه، ابلود يور فوتو، اللي هي الصوره الشخصيه ليك. بعد كده بتضغط على نيكست، المرحله اللي بعدها. تمام، في المرحله دي بتكتب بقى الاديوكيشن بتاعتك، انت الجامعه اللي انت درست فيها كانت ايه، الكليه كانت ايه، الديبارتمنت التخصص بتاعك بدات من امتى وخلصت امتى، او احتمال تخلص امتى لو انت لسه بتدرس. تمام، هنا بتختار الجريد سيستم بتاعك، الكليه بتاعتك بتحسب الدرجه من كام، من 4 ولا من 5 اللي هو الماكسيمم ديجري، ولا من 100% ولا من كام بالظبط، او لو في درجه تانية مثلا زي المغرب بيحسبوها من 20، فبتختار اذر وبتكتب هنا مثلا التوتال من 20، وهنا بتكتب انت جبت كام من 20، او جبت كام من 100، او جبت كام من 10، على حسب السيستم في الدوله بتاعتك. تمام كده، بعد كده بقى بتيجي هنا وبتحط الدبلومه بتاعتك اللي هو كشف الدرجات او شهاده التخرج بتاعتك، وبعد كده بتضغط نيكست وبتخش على الخطوه اللي بعدها. في الخطوه اللي بعدها بيقول لك حدد مستواك في اللغات، في اللغه الانجليزيه بيقول لك النمبر 1 اللي هو اللوست اقل درجه، والنمبر 5 اللي هو الهايست اعلى درجه. فانا مثلا الدرجه بتاعتي 4 او الدرجه بتاعتي 5 3 2، بتختار مستواك في اللغه الانجليزيه. في اللغه التركيه بتعرف تركي او لا، لو ما بتعرفش تضغط على نمبر 1 دي، لو بتعرف لغات اخرى زي اللغه الفرنسيه تكتب هنا وتكتب مستواك فيها. بعد كده بتضغط نيكست بتخش على الخطوه اللي بعدها. في الخطوه دي بتكتب عنوانك بالكامل، تكتب المدينه اللي انت قاعد فيها حاليا، الدوله اللي انت متواجد فيها، بعد كده بتضغط نيكست بتخش على الخطوه اللي بعدها. في الخطوه هنا بيقول لك انت ناوي تيجي من اي دوله، يعني انت دلوقتي لو مقيم في دوله اخرى غير خارج دولتك الاصليه، بتختار الدوله اللي انت ناوي تسافر منها، تختار المدينه اللي انت هتسافر منها، ويتش ايربورت اللي هو المطار اللي انت هتطلع منه. يعني مثلا انا متواجد في القاهره مثلا، يبقى مطار القاهره اكتبه هنا. بيقول لك هل بتحتاج فيزا لتركيا ولا لا، بتشوف بقى هل دولتك محتاجه فيزا لتركيا ولا لا، بعد كده بتضغط على كلمه نيكست اللي بعدها. تمام، تخش على الصفحه اللي بعدها. هنا بيقول لك عرفت عن المنحه ازاي، تقول له بقى عرفت عن المنحه من صديق، من السوشيال ميديا، من السفاره، شوف بقى الطريقه اللي انت عرفت المنحه عنها، او مثلا من يوتيوب عن طريق قناتنا، تكتب بقى كل ده هنا. بيقول لك هل عندك خبره قبل كده في تطوع او سفر بره او كده، بتكتب يس. لو عندك الخبره بتحط الخبره بتاعتك دي هي ايه. تمام، لو ما عندكش بتضغط على كلمه نو. وهنا بالنسبه للجزء ده هو اهم جزء في المنحه، وهو الموتيفيشن ليتر بتاعك، ليه عايز تنضم في المنحه، وده الجزء المهم جدا، وده اللي بيكون عليه عامل القبول او الرفض في المنحه، لان اللي فوق كله او اللي عدى كله بيكون بيانات شخصيه، يعني اكيد من شخص للتاني الموضوع مش هيكون مختلف، انما اللي هيخلي الاختلاف هو الموتيفيشن ليتر. واحنا برضو زي ما كنا وضحنا سابقا ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنعرض التقديم بشكل احترافي، وبنقدم الابلكيشن كله بشكل كامل، فتقدر برضو انك تقدم من خلالنا لو عايز تقدم بشكل احترافي. تمام كده احنا شرحنا الابلكيشن. بعد لما بتخلص كل ده بتيجي تضغط على كلمه سبميت، وكده انت قدمت بشكل كامل للمنحه. تمام، نرجع تاني ونعرف سريعا كده تاني التمويل بتاعها، تذاكر الطيران، سكن فندقي، وجبات، زياره عدد كبير من المدن التركيه، وانشطه اجتماعيه، يعني منحه مموله بالكامل. فلو حابين تقدموا ليها يا ريت يعني تجهزوا كل المتطلبات بتاعتها وتقدموا ليها. وفي النهايه اتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.